ممثلة وفنانة ذات طابع خاص، طابع مميز وموهبة هادئة، تركت بصمتها بسلاسة في كثير من الأعمال الفنية الرائدة، واستطاعت أن ترتقي بالدور الثاني لتنافس البطل والبطلة في العديد من أعمالها. إنها الفنانة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء. المزيد نتابع. رحم الله الفنانة مها أبو عوف وأسكنها فسيح جناته.